وسلم. صوفيا من فاس مرحبا بك. ألو مساء الخير. أهلا وسهلا، ليلتك طيبة لله. بارك الله فيك. مباركة وشير. الله يجعل أيامك مباركة لله. الله يطول عمرك، الله يخليك لينا. الله يكرمك لله. أنا عندي واحد القصة يعني جديدة، يعني خيانة زوجية. طيب مستعدين نسمعوك. صوفيا شحال في العمر ديالك؟ 28. وشحال مدة زواجك؟ يعني عامين. وكنتي كتعرفي هذا الراجل قبل؟ لا. كيفاش جا هذا الزواج ديالك؟ جا زواج معرفة ومعرفة الأب، وعنده الفلوس وعنده شغله وعنده، يعني كتعرف الوالدين اللي تيشوفوا الراجل عنده الفلوس وداك الشيء، يعني ما كي كيقولوا يمكن بنتنا ما تعيش مزيان، غنكونوا معنيين فيها. ولكن هذا الشيء ماشي مشكل على قضية كي الفارق بينك وبينه بالعمر بزاف؟ عنده 35 سنة وانتي 28 عام. فاتني بشي 7 سنين. ماشي مشكل. ولكن المشكلة ماشي هنا. لا انا سولت هي باش نعرف انا وصافي والمستمعين. ماشي هنا، ولكن المشكل ديالي الحقيقي اللي ما عرفتش شنو دابا ندير. عامين دابا عمر زواجك. وكيفاش دوزتي هذا العام الاول في زواجك والايام الاولى مع الراجل؟ بخير الحمد لله، كان كيتهلا فيا، مهتم بيا الحمد لله، موفر ليا كلشي الحمد لله. لكن المشكله اللي شنو اللي بدل حياتكم؟ اللي بدل حياتي هي خاني مع الاخت ديالي. مع اختك؟ وهادشي اللي كتقولي تبتيه؟ عاودي ليا. يعني انت الام معينه شويه، وتعرف بان الام خصها تمشي عند الطبيب وخصها الوقت داك الشيء ديال الفتح ديالها وهادي وهادي، وكنا كنت انا والاخت ديالي كندير عليها انا ويا النوبه. هي تمشي مره وانت تمشي مره عندها في الكلينيك. كنمشي انا مره نبات معاها، ونهار الاخر كتجي الاخت ديالي. داك النهار فاش انا كنت النوبه ديالي باش نهتم بالام ديالي وغنبت معاها ديك الليله. كتعرف يعني اشياء ديال النساء، يعني اضطريت باش نمشي يعني نبدل الاشياء يعني من الملابس ديالي كتعرف. يعني مشي اضطريتي تمشي للدار تبدلي عليك حالتك. لقيت اللي مشيتي اضطريتي باش تمشي تبدلي عليك حالتك فوقاش كانت؟ اش من ساعه؟ يعني ثمانية الليل. منين مشيت دقيتي ولا كان عندك السوارت؟ عندي السوارت، عندي كل شيء. وعندي سوارت وعندي سوارتين. ولكن هو حط في بالو انا غادي نبات ما، يعني ما غاديش نجي. ما دايرش احتياط. ما دارش الاحتياط. مشيت يعني انا كنسمعك يا صوفيا. لقيتهم في بيت الناس يعني فاش يعني لقيتهم يعني هم لقيتهم في وضع اللي قبيح الغرفه ديالي، ولابسه حوايجي ولابسه صدمو. انا ديك الساعه كنقلب شي حاجه، يعني ما خليت ما هرست، ما خليت ما كان ما عرفتش داك الشيء اللي صار. انا عاودي ليا، عاودي ليا منين شتي انت ولا ما قدرتيش تضبطي نفسك؟ ما واش 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 هو مشى شد قنت وهي شدت تقنت، ولا هي خرجت، ولا هو خرج، ولا شنو؟ لا بالعكس، شدني هو ضربني، غبت. هما يعني قدوا امرهم خرجوا، صيفط لي الجاره. ليش؟ الجاره الزوجه ديالي ما عرفتش، صيفط لي الجاره، دق على الجاره ديالي. ترى الزوجة ديالي راه تعبانة، يعني مريضة، مشي نجيب لها الطبيب. مشاو من تما مرجع. مشاو ما عرفتش هو وياها، عرفت ما ندير.
عرفت ما ندير دابا هذه المدة دابا شي خمس أيام خمس أيام طرا هادشي ما عرفتش ما ندير دابا ما عرفتش نقول للوالدية ما عرفت يا رب سد التليفون ما بقاش كيمشي الخدمة حتى هو الحكم ديالو في التعليم و اختك ما بقيتيش كتشوفيها ما كايناش فين هي ما عرفتش فين ما عرفتش فين مشاو دابا لا هي لا هو امك الام ديالي يلاه خرج هادي شي يومين من لا هي دابا ما مشيت لعند شي حد عرفت كيفاش نواجه اهلي واش نقول ليهم واش ما عرفت ما ندير وانت فين في دارك لا عند الجاره بقيتي مع الجاره وداك سدا بسدا ما كيجيش ليه هو لا ما عرفتش ما ندير اخوي عرفت لما عطتني دابا وصلت مني راسه ما عرفتش ندير وكتعيطي لاختك واش نقول لوالدي واش ما عرفت من حد فين اختي وكتعيطي لاختك ولا ما كتجاوبكش ولا لا كنعيط لك كلشي حي يعني سدين سدين تليفون لا هي لا هو لا هي لا هو ما بان فيهم حتى واحد ما عرفتش ما ندير دابا ما عرفتش ما ندير انا الام ديالي مريضة الله يجزيك بخير اخويا الله يطول لي فوق مرحبا اختي صوفيا اخويا شنو ندير اين الخطوه اللي غادي ندير اين الخطوه اللي غادي نمشي فيها ودابا حاليا انت مع الجاره ما قدرتيش تمشي تشوفي الوالده ديالك لا ما ولا ما قدرتش ما قدرتش لان الام يلا درت العمليه المرارة والفتق كيفاش نواجه كيفاش نقول لها راه بنتك انا ما قلتش انا ما قلتش انا ما قلت لك لا واجهها دابا انا قلت لك هي واش ما قدرتيش تمشي تشوفيها انا ما قدرتش حتى مشيت شفتها غادي نقول لهم كل شيء الله يطول لي في عمرك مرحبا اختي صوفيا الله يطول لي في عمرك شوف لي عافاك شوف لي غادي تشوف لي تسد العدد ديال انت ولا المستمعين اعطوني شي حاجه شنو نبدا شنو الخطوه اللي نعمل وشحال عمر شحال عمر هاد الاخت ديالك؟ عمرها 30 سنة فايتاني بعامين نعم 30 سنة فايتاني بعامين أنا معاك أنا معاك أنا معاك شحال تقريبا يكون في عمر اختك؟ 30 سنة فايتاني بعامين عندك بعامين وهي سبق ليها تزوجات؟ لا مزوج عندها الزوج ديالها في كندا وعندها وليدات؟ لا يلاه تزوجات الناس كلها شي مزوجة دابا شي 4 سنين زوجها هي قبل مني اسمحي لي هاد الشيء زعما ما كنتيش كتلاحظي حتى شي ملامح ديال شي علاقه بينها وبينه قبل ولا كان لا دابا هذا وليت كنت كنرجع السينت يعني كيفاش كتسولني كيفاش كتقول لي رجعي معنا هاد السينت اللور وقولي لنا شنو رجعي معنا هاد السينت ديال يعني هي كتشفتو كيهتم بيا كيدير لي الحساب بحال كنت كتجي هذيك الغيره وانا ما كنتش انا تنقول عادي يعني الاخت كتسول الاخت ديالي على المسائل داكشي ديال الزواج لا شنو هما الحوايج اللي كنتي كتشوفي فيها ولا مثلا شي حوايج كنت كتستفسرك عليهم كيجيوك ماشي عاديين بحال هي كتقول لي باش كيعجبني الزوج اللي كيتصنت لكي ومنسجم انت وياه ومفهمه انت وياه انا ناقصني داكشي انا الزوج ديالي ما معاياش وما حداياش عاد من وراها بديتي كتستوعبي للاسف هذا بكاء هذه اخت اجهشت بالبكاء مستمعينا الافاضل من فرط الجرح الغائر اللي في قلبها دابا الاخوان حنا نتفادوا هذه القضيه ديال اثبات والقانون لانه
في واقع الأمر هذا أمر ما يمكن لاش تبتو ولا حتى شي حاجة، لأنه ما خدتش البادرة تبتو وما تقدرش، أنه في أخت نتفادى هذا الأمر. لكن شنو هي الرسالة اللي تقدر توجه لهذه الأخت؟ هي الأخت الآن في حيرة من أمرها، واقع وما الحال اللي قدرت تخبرنا عليه كيف ما بزاف العلاقات. أنا نتذكر معايا وربما تذكروا معايا غير قضية هبة ونادية مكنس اللي غير رجع عليها، ودور ماشي خواتات ولكن صحابات، كانت دائما تبدي الإعجاب ديالها بالزوج ديالها، لكن الأخرى مجوجة والأخرى ما مجوجة، أما هذه راه أختها وهذيك مجوجة والأخرى مجوجة، مع ذلك كانت كتبدي يعني هذه القضية ديال تبين ليها بأن الرجل كيهتم بيكي بشوية هذه الأمور، حتى اكتشفت ربما باللي ماشي يعني هذا الشيء اللي طرا حاليا ولا لاحظته في بيتها هذه الأخت صوفيا من فاس. رشيد بني ملال. الله يبارك فيك رشيد. الله يبارك فيك السي رشيد، مرحبا بك. كنت غادي نتخبى الانسان هذا دابا. بغيت نقول ليها غتصبر واحد 3 شهور ولا 4 شهور. ربما يرجع الجوز ديالها او اختها ويفكوا المشكل، فهمتي؟ دابا هي الى جات هي دابا تمشي تقول لها ما غتخرج على مارها مريضه، وبالنسبه لها هي راه غادي تسنى تجي اختها وتهضر معها، ربما يتفاهموا، فهمتي؟ دابا الا جات فرقع الرموانه غتضرب كلشي بالزيرو. غتلقى اخرى ثاني راجل اختها في كندا غادي واش غيتفاهموا عليه بالسلامه؟ ما فهمتش. زمان في واحد اليوم ثلاث ايام ربما يرجع راجلها ويرجع اختها ويتفاهموا، فهمتي؟ لا دابا شنو هما الحوايج اللي يقدروا يتفاهموا عليهم؟ كتروي دابا الا جات فرقع الرمانه غتبقوش في الزيرو. لا انا راه ماشي دابا انت مع فكره ايه ما تقولش، ونقدروا حنا نمشيو معك في هذه الفكره ديالك، ولكن من بعد 3 ايام ولا 4 ايام كي غتحل هي هذا المشكل مع اختها؟ ربما تتعامل مع راجلها هو الاول، ربما يقول لها راه غلط راه درت مشكل. دابا هي الا مشات قالت لها ما غتضرب كلشي في الزيرو، غادي الراجل اللي كاين في كندا راه الاختها غادي يصيب الخبر، غادي يصدق لها حاجه مع مرته للطلاق او لا نفس الطابة. هي كاين احتمالات كثيره ماشي غير الاحتمال ديالك السي رشيد. كاين احتمال ايضا ديال ان الام، حيت الا دخلنا لباب الاحتمالات ما نساليوش، دابا كاين احتمال اخر اللي نقدر نقول لك حتى انا غير من باب الاحتمالات، باش نقول لك بان الاحتمالات راه ما كتساليش، كاين باب اخر اللي تقدر تقول لها بنت الام ديالها واش انا تشدي ليا بنتي واتهميها بشي حاجه ما دايرهاش، وتولي هي مثلا في هذه الحاله هذه كت ما تصدقهاش امها، وتولي ما راه بحال امها لا اختها لا الراجل. كاين بزاف الحوايج. كاين احتمالات. أولا هي تمشي تتصارح امها تقول لها كاين وكاين وكتبقى وتولي. أولا لا. طيب رشيد انا نحاول ان شاء الله بحول الله هنا نتواصل انا وياك ان شاء الله في المستقبل. سي محمد المستطر رجعتي لنا خاي. اي الله ينورك السلام. مع نفس المشكله خاي ديال التليفون ديالك. كان شويه من الضرب. زولو بحال كنتي تتكلم معنا قبيلات مزيان. الله ينورك. زعما مزيان؟ لا. لا يا صديقنا العزيز لا. واخا. ما عرفتش حنا والحقيقه ما كرهناش شي هاد المده من الدقائق اللي بقات لنا نتواصلوا فيها مع هاد المستمعة الكريمة، بما أن الوضع ديالها جديد اللي كتعيش عليه هو وضع للأسف يتعلق ب زين المحارم، لأنه على كل حال هي كتكلم على مآل علاقة زوجية بينها وبين رجلها، دخلات يعني على الخط في هاد العلاقة كاينة أختها ما بينها وبين الرجل، وهذا الشيء اللي تبتاته هي. سي مصطفى من وجده مرحبا بك. اهلا سي مصطفى. الله يبارك فيك. تحيه موصوله اليك ولسي عادل. اهلا وسهلا سي مصطفى من وجده. اهلا خويا. مرحبا سيدي. كنا وتصلنا فيما قبل. مرحبا. العقل. مرحبا الله يبارك سي مصطفى. خويا فيما يخص هذه الفضيحه هذه والله لا فضيحه بالله. ديال هذه البنت هذه فيقتني والله العظيم، كنت نستمع ليك و يعني اثرت فيا. كنتي مستلقي ومسترخي والكلام ديالك الكلام ديالنا تينفد لك لودنك، ولكن هذا الشيء مزعج. تعرفني كنتصنت ودائما انا حتى
التدخلات ديالي ما كنبغيهاش تكون انفعاليه. فيما يخص اخويا هاد البنت هادي اللي انا حسيت بها مسكينه عندها تتقول لك اعتقوني اعتقوني بحال شي واحد فيا النار. بالفعل هادشي علاش قلنا للمستمعين كلهم ما يعني ما يتكلموش معنا كاع على شي قضيه. مداخلات اخويا مصطفى اللي يمكن نعطيوها انه كما تيقولوا انا عندي حلان وكلاهما مر بكل صراحه. هما امراني احلاهما مر. واحلاهما مر. يا اما ان هاد السيده اول شيء تنصحها به انه تكتم هاد السير تكتمه. تكتمه اولا تخليه ليها. هي غادي تعاني مسكينه تعاني تخليه. لان حتى اللي بغى يقسموها معاه ما غاديش يهز هذاك الحمل. يعرف له. هي اللي عايشه. هي اللي عايشه. توعد فينا ما جاهاش من شي حد بعيد جاها من راجلها من اختها. جوج. صعيب 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 الله يكون لها في العون. لكن تخلي هاد السير عندها لانه خروجه من الدار غادي يشعل النار في العائلة كلها. الشيء الثاني يا إما أنه تحاول تجيب راجلها هو غادي يولي غادي يولي. تحاول أنه كما تيقول تدوزها بجغيمة الماء. تعاود تكسب راجلها. تعطيه فرصة لأنه هو الآن دايخته هو راه برا وراه يدور مع هذيك وغادي يفيق واحد الوقت وغادي يشوف راسو يقول شنو درت وغادي يولي لدار. لأنه إلا خلات هاد الأمور دابا وبقات حتى كبرت ومشات أنا عارفة شنو غادي يصرى. أو عندها الحل الثاني أنها تمشي تطلب الطلاق وتخلي هذيك الفريسة ديال راجلها لختها دبر هي وياه. وفي الحالتين ما ربحاش مسكينه ما ربحاش. لانه السي مصطفى ماشي سهل انه باش تاخذ قرار الان خاصه الا كان عندها وليدات. انا كنت نستنى الطرحي عليها واحد السؤال السي مصطفى هي واش عندها الوليد راجلها واش هو موظف واش خدام يمكن انه تلقاه في الخدمه ديالو لانه خرج وهي جالسه عند الجاره ماذا تنتظر مسكينه ما عرفتش باش تبدا كما قالت. والصيحه ديالها راه وصلتك السي مصطفى وانا عارف انه راه وصلتك بالفعل التقت 200% بالفعل التقت البكاء ديالها حقيقة والتقت الاضطراب ما قدرتش تكمل كلامها والتليفونين ما قدرتش مسكينة التليفونين ما قدرتش عافاك الله يجازيك بخير قولوا لي بحال مسكينة شي وحدة النار شعلة فيها بالفعل لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم الناس علاش قادين في هذا الوقت ما شاء الله غير هاد جوج الحلول تنقول لها خلي عندك الأمر حتى ديك الجارة ديالها تزاوق فيها تقول لها أنا مزاوقة فيك خلي هاد الأمور عندك ريتما يجيب الله شي حل احسن من هادشي اللي تنقولوا لها يا اما انه تصبر وترد راجلها لعندها وتدوزها بزغيمه غادي تبقى هاد النقطه السوداء بينها وبينه لكن مع الايام ربما هادشي ينسى وربما هو يكمي يدي الدرس والعبره من هادشي اللي دار نطلبوا الله ليه الهدايه واما انها توصل للحل الباب مسدود وهو انه تطلق وما تقولش في عائلتها علاش شنو السبب انا ذاك الراجل ما يصلحليش بغيت نمشي بحال هادي هادشي كيبان لي سي مصطفى وسمح لي حفاظا على انا متاثر بالفعل 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 سي مصطفى من وجد انا متشكر لك يا صديقنا الفاضل تطرح جوج خيارات مع انهما امران احلاهما مر ولكن كيبقاو خيارات سي عبد السلام الناظور مرحبا بك السلام عليكم. وعليكم السلام الله ورحمته تعالى وبركاته. مبروك عواشرك اخي مصطفى. الله يبارك فيك السي عبد السلام بارك الله فيك. مبروك عليك المولود الجديد. الله يبارك المولودة الجديدة على كل حال. مولودة مولودة المولود اللي الله يبارك فيك. الله يكرمك سيدي بارك الله فيك. الله يجعلهم زيادات في الاسلام ويكون مكبرك على ذلك. الله يبارك فيك بارك الله فيك. خويا هجسنا هذه السيدة اللي باحث دابا مسكينة وقات فينا بزاف. نعم. ولكن بحال داك السيد قال لك يشوفوا يتفاهموا علاش غادي يتفاهموا؟ الاخ الاولاني طبعا الاخ الاولاني قال لك يشوفوا يحاول يصبر يومين ولا ثلاث ايام علاش غادي يتفاهم؟ شنو باش تفاهم؟ اختها لا هي دابا ماشي كنناقشوش اختها ولا هي علاش غادي يتفاهموا لان هذا وضع علاش غادي يتفاهموا؟ واش انا من الفكر ديالي ومع هذا الشيء ما بغيناه شيء ولكن هذا الحل هو هذا حيت مثلا ماشي لقى واحد المراه اخرى يمكن مثلا تحدث صيغه ديال التوافق بيناتهم يمشي يتزوج بها ولا هذه اختها اختها وهي في الحقيقه هذه راه خصها تمشي دير واحد الحل ديالها هي تمشي دير دعوه الطلاق الشقاق وتخليه
هذا هو الحل ديالها. واحد من الخيارات انت كتشوف. واحد من الخيارات ديالها ما عندها ما ديرش غادي دير. وخا حتى نديرو يتفاهموا هي والزوج ديالها ويقول لها اسمح لي دائما غادي تشوف خطا داك النظره. وما تقول لها لوالديها لا حتى شي حاجه المهم درت دعوه الطلاق الشقاق وتخلي الخبر هو يعطيه او اختها تعطيه. صافي ما تفهمناش ما تفهمناش. هذا تيبقى الخيار الثاني حتى هو اللي طرحه السي مصطفى من وجده، ولكن راه كيقول لها السي مصطفى باللي خصك تعرفي باللي حتى في هذا الخيار الثاني راه حتى هو فيه انت ما غاديش تربح شي حاجه سوى المتاعب اللي يمكن تجي من وراه حتى هذا الامر هذا. السي محمد من الدار البيضاء مرحبا بك. بارك الله خويا. السلام عليكم. وعليكم السلام اسيدي. كيداير اخويا لاباس عليك؟ الله يبارك فيك. مبروك اخويا المولد الجديده. الله يكرمك بارك الله فيك. هذا معك اخويا الشينوي من كازابلانكا، الشينوي ليموزين. هذا تيجوج الناس هذا. كيفاش الشريف؟ هذا عنده ليموزين في كازابلانكا. قول لي. الملكي. لا دابا ما بلا ما تقول لي انا عرفت فين راك. مرحبا بخويا. مرحبا بك. قلت لك اخويا بالنسبه لهذه السيده هذه. الله يرحم والدين جمع هذا الشيء كل اللي وقع. وترجع راجلها. ودير بحال ما وقعت حتى حاجه حنت الى خسرت حنت الى على كل حال ما انقطعت المكالمه ديال وحنايا في اللقاء ديالنا هذا المباشر الشريف يعني محتاجين الناس اللي يتكلموا معنا ويعطيونا الاراء والافكار ديالهم بقدر ما انهم يعطيونا الرسائل ديالهم فين راهم واش كيديروا في الحياه ديالهم. نحاولوا على كل حال غادي ان شاء الله مزيان غادي نحاولوا نعطيو فرصه كاع الاخوان المستمعين في هذه القضيه هذه يزيدوا يفكروا اكثر ويتداولوها لان انا كنعرف باللي كاين بزاف الاخوان كيكونوا معنا بزاف الاخوان اللي كيقدروا يتداولوا هادشي في جلسات عائليه بيناتهم وكيتذكروا بمنتهى الوعي والادراك باش يمكن ان شاء الله ناخذ معي اخر مكالمه من السي حسن اكادير. مرحبا بك. السي مصطفى كيداير؟ الله يبارك فيك. يعني مبروك زياده. الله يبارك فيك. الله يجعلها في الاسلام ان شاء الله. مكالمه ما قبل الاخيره على كل حال. الحمد لله. تفضل. هذه انا السيده اللي هضرت دابا الاخرى اللي عندها مشكل مع اختها. اييه. كما قال السيد اللي قبل مني تكتم السر ديالها وتستر اختها وتستر كل شيء ودير بحال هي راه جات فيها جات فيها. هي تحاول باش تلك الام ما تضيعهاش وما تضيعش حياتها هي. هي راه كما دارت وحلات دابا. تحاول تربي راجلها وتربي راسها وتربي امها اختها راه غادي خص اختها غادي تسيدها من الخارج ديالها ما فهمتش كيفاش تحاول تربي راجلها عاود؟ الراجل هذا على هذا الراجل بالسلامه دار شي حاجه اللي مرضيه بعدا باش ترضيه هي وراه لو راه امها راه امها دابا راه كلشي غادي يمشي في الزيرو كما قال السيد راه لا هي اللي غادي تجي فيها الضربه كامله خاصه ما غادي تستوعب هذا فكر فكر تقول لها كتبتي على بنتي فكر اكثر فكر اكثر وجاوبنا فكر اكثر فكر اكثر عثمان من الرباط. الو السلام عليكم. مرحبا. وعليكم السلام. الله يبارك فيك. سنين عاد حالفني لحد ما كنتش متوقع النهار اللي غادي نتصل تكون هذا المشكل هذا نسيت كل شيء كاع داك الشيء اللي كنت باغي نهضر فيه. مرحبا سي عثمان نفضلوا نحتفظوا بهذه القضيه بما ان انت شتي الاخت كتنجد بينا وكتذكر معنا يمكن نتكلموا معها وان شاء الله بحاجة. انا اللي بعيد ما عندي لا بعيد هي سمعت انا راه فادكت. يعني وقت قريب اللي سمعتها قالك ضربات فقدات الوعي. يعني باش يمشي باش هو دابا دار هذاك السلوك هكاك باش يدق على الجاره قال لها سيري قبل لي مدام راها مريضه دخلت عليها السيده لقاتها في ذاك الوضع يمكن هي حكات لها على ذاك المشكل اللي بينها وبينها ذاك الشيء باش ديك الجاره تا هي شدها وبرا بها لان الى حين انها تجاوز هذا الشيء وقبطها عندها. انا خويا وقعوا شي مشاكل بحال هادشي وحاضر لهم. واخا قرب مني ماشي بعيد. واخا قول لنا شنو بان لك انت في هذا الواقع هذا؟ شنو قالوا طمسوا القضيه ما قالوهاش راه الناس باقيين مجوجين دابا والولاد كبروا. واخا انا خلينا من هذوك اللي باقي مجوج اش بان لك انت بان لك انت هذا الشيء اللي شتي نيت؟ هذا الشيء اللي شت دابا؟ اخويا شنو ما هذا شنو غادي نقول لها؟ نقول لها ديري شهاده طبيه وخليها بجنبك ولا سميتو نقول لها
خليتي ويرجع و يعني يشوف كيدا شي حل و شوي بشوي غتنسى قدر تنسى ماشي غادي يتنسى. المشكلة صعيبة يعني تقول هذا الإشادة الطيبية وشنو كيف غا يرجعوا جوجهم الديور جوجهم غا يرجعوا لدار باهم هذيك اللي مجوجة أخرى مجوجة ما فهمتش يعني حل جميع الحلول ولا كنظن أنا اللي حسن التجربة ديالي هو الكيتمان هو هادشي اللي غايكون ولا هادشي طيب. هادشي اللي غايكون طيب 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 و وفي الكثير حقيقة من المواقف احنا نرجعوا للحديث الرسول صلى الله عليه وسلم اللي كيقولنا فيه لا يفرك مؤمن مؤمنة إن رضي منها أمرا أو إن كره منها أمرا رضي منها آخر. واش ماشي الآن بالمقدورة ديال الأخت صوفيا من فاس بما أنها قالت لنا على أن الزوج ديالها واحد الزوج اللي طيب وكيراضيها يعني فيه ملامح للخير فيه درة من درات الخير على كل حال أكثر من الحالات اللي كنا كنسمعوا على بزاف الأزواج العنف السكر والزنا ولكن واش هاد الملامح ديال الخير اللي كنشوفوا في هذا الرجل واش ميمكنش تمسك بها هاد الأخت سكينة أو الأخت صوفيا بالأحرى وتحاول ما أمكن تتكلم معاه وتعرف شنو داها فيا والداعي اللي دعا لهذا الأمر لأن في نهاية المطاف هي كزوجة أولى به هو كزوج أولى بها واش ما تحاولش تحرص على أنها تبدي ملامح الخير لهذا الزوج وتعرف علاش سقط في هذا المشكل واش ما يمكنش مثلا هذه الأخت صوفيا مدينة فاس على أنها تعتبر هذا الأمر امتحان اختبار لها واحد من الاختبارات اللي كيمكن تعيشها واحد من المحن نحن كنعرفوا هذه علاقات الأرحام راه ماشي كتجيب غير واحد الخو ولا أخت كتاكل الأخت ديالها ولا كتدي لها حقها ولا كتغصبها في شي حاجة ديالها كنعرفوا هذه العلاقة ديال ذوي الأرحام بعض الأحيان كنشوفوها كتجلب مثل هذه المآسي دابا اللي حكت لنا هذه الأخت زين المحارم جرائم ضد الأصول مش مجموعة من الأمور ولكن بما أن هذا الدرة ديال الخير اللي كاينة في هذا الراجل وهذا هذه واحد السقطة عارفها في الحياة ديالو سقط في هذا الامتحان اللي تحت قدامه لأن هذا كيد له ومكيدة سقط فيها حيت هو اختار هذا الاختيار وهذا المآل هذا الكيد هذا اللي طرالو واللي جا نتيجته طبعا هذا المشكل اللي طرالو طبعا مع الأخت ديال الزوجة ديالو وهذا الكيد الضعيف واش ما تيخصش لأنه تقولنا الله سبحانه وتعالى إن كيد الشيطان كان ضعيفا هذا الكيد الضعيف اللي طح فيه هو مش ممكنش تكون فيه صوفيا أكثر قوة في أنها تجلس مش غير تحكها في قلبها ولكن تجلس وتهدأ وتعتبر نفسها الآن أمام اختبار حقيقي فيه هي فيه مآل حياتها فيه كيفاش يمكن تنجح منه وهي ربحة نفسيتها وصحتها فيه كيفاش يمكن تحافظ على جانب الود إلى آخر نفس في العلاقة وتعتمد هذيك الدرة الطيبة اللي كاينة في هذاك الرجل إنه بعض الأحيان شحال مرة كنشوفو واحد العدد ديال المآسي ولا واحد العدد ديال الحوايج اللي يمكن كيخلونا نوقفوا أمام يعني ضوائق كبيرة ولكن كنقدرو نتشبتو بشي خصلة الخير علاش مثلا هاد الخصلة الخير اللي كتقول في هذا الراجل حيت هي من هل الخير انه على كل حال لو كان ما كانت شيء من هل الخير وتحس
حسسنا الصدق من خلالها لو كان نسات كل شيء داك شيء اللي بينها وبين الراجل. هي قالت لنا انا كنعرف بانه مهتم بيا والاخت ديالي كانت كتلاحظ هذا الشيء كل مره كتبينوا لي، ولكنها للاسف غصبت مني هذا الزواج ديالي اثناء اقامتها لهذه العلاقه مع هذا الزوج. الان واش ماشي بالمقدوره على انها الان ان تصبر على الاختبار هذا اللي وقع لها وتحاول ما امكن تجلس مع الزوج جلسه ديال المكاشفه وتعرف تحكي له على نفسيتها على مآل حياتها، تسمع منه شنو اللي طرى في حياته. واش ماشي بالمقدوره ديال المراه على انها تستقرا ملامح رجل؟ هذه وحده من الاسئله اللي كيمكن نطرحها في انتظار افكاركم وارائكم اللي تقدر تجينا. تحيه الوصل منا احنا طبعا صوفيا من دون شك محتاجين معك احنا العديد من الافكار والردود باش يمكن الاخوان يفكروا فيها، واحنا معك وشكرا بعد حتى لديك الجاره اللي ضامك واللي كتواسيك. تحيه الوصل منا لكل المستمعين الافاضل، وانا مصطفى الهرده وعادل محمد في الاشراف على الاخراج. بغيت نقول